还没好好翻一翻那错过的几年，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天。时光过客，还来不及去迎合，胸口的微热总是恨不得把你守护着。 You are my pretty sunshine， 没你的世界好好坏坏只是无谓空白。答应我那天走失了人海，一定站在最显眼路牌等着我，一定回来。 You are the pretty sunshine of my life， 等着我不要再离开。لقد دفعنا أجرة الاستوديو والعمال وأجرتك، فإذا أوقفت التصوير عليك دفع التعويض، وذلك حسب الاتفاق. أخبرتك أني لست بخير، هذا من احترامي لك. ماذا؟ تريد أن تكبر الموضوع؟ تحترمينني؟ لا أشعر بذلك. ألم ندفع لك أجرتك كما يجب؟ أم أن الاستوديو لا يناسب مستواك العالي؟ أرأيتم الصور التي التقطناها هذا الصباح؟ نعم، أحترم زميلتي القديمة، لكنني غير راضية عن تصويرها. انظري، كل هذه الصور متقنة. لذا إن كانت هناك مشكلة فهي عندك أنت. لو سمحت شمع، إذن أنت غير راضية عني، لنحاول التنسيق خلال التصوير. أنا اسمي شيا، أخاف أنه لا يوجد لدي وقت للتنسيق ببطء، ولا أريد أن أضيع وقتي. وحسب ما أذكر تخصصك كيمياء. نعم هذا صحيح. كايوين، لماذا أحضرت مصورة غير متخصصة لتصورني؟ درست التصوير في الخارج. في الخارج؟ العديد من الخبرات تكون مزيفة هناك، ليس أي شخص لديه مؤهلات ليصورني. ما هي مشكلتك؟ لا ذنب لنا بمزاجك السيء، إنها مصورة رسمية في مجلتنا، مفهوم؟ إن كنت لا ترغبين في العمل فلا تضع اللوم علينا. لا بأس، فلنأخذ موعداً آخر. بيوفون، إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، لدينا غداً جلسة تصوير، فلنقدمها لليوم، وهكذا لا نضيع ما دفعناه. غير ممكن، فالمجلة بحاجتها قبل نهاية هذا الأسبوع. نهاية الأسبوع؟ نهاية الأسبوع لا يوجد لدي وقت. شيا شيا، أتريدين التسبب بالمشاكل؟ ألم تقولي أن نلتزم بالعقد؟ انظري للعقد جيداً، العقد واضح وهناك موعد محدد للتصوير. قلت إني لن أتصور، لن أتصور. إذا كنت تجرؤ على إجباري سأقاضيك بتهمتي الاعتداء علي. ها؟ اعتديت عليك؟ أنت تكذبين. كيف تمزقين العقد؟ نلتقي في المحكمة. أعتذر أيتها المحررة، لم أتوقع أن يحدث هذا في أول يوم عمل. المسألة لا تعنيك، شيا شيا تجاوزت حدودها، ليس لديها أخلاق العمل. سأتكلم مع مساعدها. كيوين، أخبرني،
ما مشكلة هذه العارضة؟ نحن نحاول أن ننسق الوقت والمكان كما تريد، ومع هذا تتذمر وقامت بتمزيق العقد. مزاجها حاد بعض الشيء، كوني مطمئنة، سوف أحاول إقناعها. هذه المرة لن نسامحها، انتظروا رسالة من المحامي. فعلا تجاوزت الحدود، بعض الفنانين لا يحترمون أعمالهم، سوف أقاضيها. سيدة شين، قد تكون هذه مشكلتي وإهمالا مني. ماذا لو تكلمت معها أنا وهي؟ لا فائدة من ذلك. موشينغ، أنت لا تعرفين الوضع لأنك جديدة. شيا مزاجها سيء ومحاميها ماهر، إن لم نقاضيها فسوف تقاضينا. إن لم نفعل ذلك نحن أولا ستقوم هي بذلك. أتمنى أن لا تفعل. لا أريد أن أقاضيها، فقط أريد العمل معها. أنا لا أريد أي مشكلة هنا. لو لم تكن مشهورة لما تعاملت معها أصلا. أوف. لماذا قلت إنك زميلتها القديمة؟ قد تكرهك الآن. إذا استطعت فقط أن أكلمها بالهاتف قد أحل المشكلة. حسناً، افعلي ما شئت. رقم شيا شيا. شكرا. الرقم المطلوب مشغول حاليا، يرجى إعادة الاتصال. سأقاضيهم. أنت مزقت العقد، عليك أن تخافي أن يقاضوك هم. أخاف؟ مما سأخاف وأنت معي؟ شكرا لثقتك. أتذكر أنها المرة الخامسة التي يقاضيك فيها الآخرون. ما السبب اليوم؟ جئت لأخبرك بأني لا أريد أن أتصور فقط. إن استمريت هكذا في السنة القادمة لن أكون محاميك، فهمتي؟ صحيح، أنا لست تشاو مو تشينغ، لماذا ستقبل أن تتحملني مرة بعد أخرى؟ شيا، نتكلم عن العمل. حسناً، نتكلم بالعمل. في الحقيقة هذه المرة أنا لست راضية عن المصور، لا أستطيع العمل بجد إذا كنت لا أعرف المصور. المصور؟ نعم، جديد، مصور عاد من خارج الصين. مذكور في العقد أن المصور يجب أن يكون لديه خبرة 5 سنوات في العمل وماهر في تصوير الناس. إن كان عاد لتوه نستغل هذه النقطة، هكذا يمكن أن يوافق على حل المشكلة بالحوار. ممتاز، لا مشكلة، أنت حقا جدير بأن تكون الأول على قسم القانون، لذا سأترك لك هذه القضية. ولكن الأفضل لك حل هذه المشكلة عبر الحوار. لماذا الحوار؟ لماذا لا أقاضيهم ونحن متأكدون من فوزنا؟ في البداية هم هددوني بأنهم سيقاضونني. حسنا، إذا كنت مصرة على رأيك سأرتب لك مع محام آخر. قصدناك أنت بالتحديد في هذه القضية، ونريد أن نطمئن أننا سنفوز بها. هذه القضية سهلة، إن لم يستطع المصور إثبات مؤهلاته سيخسر. نريدك أنت في القضية. سأعطي القضية لمحام جيد. لكن الشركة. لحظة، حسنا،
كما تريد. هيا. أستاذي، ما الأمر؟ تركت شيا رقم هاتف مصورة المجلة، قالت إنها نسيت أن تعطيك إياه. اسمع، أعطي قضية شيا للمحامي له. حاضر، سأسلمه القضية. اسمع، أنا سأستلم القضية. تواصل مع المجلة وأخبرهم أنهم سيدفعون تعويضاً إن لم تستطع المصورة إثبات خبرتها. حسناً. موتشينغ، هذه المرة لم أفكر بشكل جيد وجعلت الطرف الآخر يستغل بعض الثغرات في العقد. أنت ليس لك أي علاقة بالموضوع، أنت البديلة لي وفون، ولكن عليك أن تعرفي أن محاميهم ماهر ومحنك جدا، يريد أن يرى جودة مجموعة أعمالك المصورة ومؤهلاتك بالتصوير. سأفعل. هذه مهمتي الأولى، لقد قبلتها وأتحمل مسؤوليتها. شكرا لك، أنت موظفة جيدة. سوف أرسل لك عنوان مكتب المحامي، يريد أن يراك غدا في الساعة 3. غدا صباحا لا يوجد لديك عمل، يمكنك تجهيز الأوراق في بيتك. حسنا. موتشينغ، بالواقع أنت لديك خبرة واسعة في الخارج، لكن خبرتك في الصين قليلة. إذا استغل هذه النقطة فنحن نعتبر مخالفين، لذلك إذا هاجموك حاولي أن تكوني صبورة. أنا أعتمد عليك بهذا الأمر، لذا أرجو أن تكوني قوية وتكسبي القضية. سيدة تشين، أريدك أن تطمئني، سأحل المشكلة بنفسي. جيد جيد، أثق بأنك ستحلين المشكلة، اذهبي الآن. هذه هي شركة المحاماة، أحد الشركاء هينغ. هنا أيضا يوجد محام اسمه هينغ. أهلا، من تريدين من فضلك؟ مرحبا، أنا تشاو مورشينغ من مجلة الكنز، لدي موعد. مع أي محام منهم؟ لا أعرف، فأنتم لم تخبروني. حسنا، انتظري بعد الوقت، سأتحقق من ذلك. شكرا. عذرا آنسة تشاو، لم أجد اسمك في قائمة مواعيد الاجتماعات. لم تجد اسمي؟ هل يمكن أن تسألي مرة أخرى؟ هناك من أعطاني موعداً اليوم الساعة 3. حقاً؟ لحظة، عندي رقمه، انظري. هذا رقم مساعد المحامي وليس رقم المحامي، انتظري لو سمحتي. أستاذ ليو، مرحباً. الآنسة تشاو موتشينغ هنا من مجلة الكنز، قالت إن لديها موعداً مع أحد المحامين في الساعة 3. حسناً، الموعد مسجل.
المحامي الذي لديك موعد معه في اجتماع مهم، وطلب مني أن أخبرك أن تستريحي قليلاً في المقهى. سيقابلك تقريباً في الساعة 3:30. حسناً، أزعجتك. أهلاً بك. شكراً. لقد انتهى وقت الدوام. اذهب إذن. هل لديك عمل؟ اسمعني جيداً، عندما تكون المدير فتصرف كالمدير، إذا بقيت هنا تعمل فلن يغادر باقي الموظفين. لدي موعد. من هو ذلك الشخص المهم؟ لقد حجزت لنا موعداً في المطعم. زبون. زبون؟ حسناً، إذن سأتركك. أنستي، هل أجدد لك القهوة؟ لا داعي، شكراً لك، قد أذهب الآن. لا بأس. آنسة تشاو، أعتذر منك، محامينا بالطريق إلى هنا، انتظري. حسناً، شكراً وداعاً. أستاذي تشان، الأنسة تشاو ما زالت تنتظر، ماذا نفعل؟ اسألها كيف شعور الانتظار؟ لا تسأل، اذهب وأحضر الأوراق واجعلها تذهب ولا تحدثها بأي شيء. حسناً، فهمت. الأنسة تشاو؟ مرحباً. أرسلني المحامي لأخذ الأوراق. هذه جميع الأوراق، تفضل. شكرا لك. شكرا. مرحبا.
ألغي موعد المقابلة للفيزا. نعم، هذه الأيام لا أستطيع السفر. أستاذ هينغ، أما يزال لديك عمل في هذا الوقت المتأخر؟ هل عاد المحامي ليو بعد الدوام؟ نعم، وترك لك هذه الأوراق. شكرا لك. عفوا. لماذا تكتبين اسمك بخط رديء؟ تقصد خطي قبيح؟ أجل، خطك رديء، كيف سيقرأه الناس؟ ترتيب الكتب والأوراق يساعد في الوصول إلى النجاح. أتستطيعين سماع ما أقوله بقلبك وليس بأذنك؟ أنت رتبها لي، أنت موجود معي، لذا سأصبح كسولة طوال حياتي. طوال حياتي. لما أتيتِ؟ أنهيت عملي وأتيت لأراك. مشغول؟ بقي لدي بعض العمل. ما هذا العمل الذي لا يمكن تأجيله؟ أنت الآن أصبحت شريكاً، لما تعمل بجد؟ تعودت؟ طبعاً، مجنون بالعمل، بل مدمن عمل. أتيت لأنني أريد مساعدة منك. موشينغ؟ ما المساعدة؟ أنيسة تشاو، لما تأخرت حتى الآن؟ ألا تعرفين أن هناك ساعات عمل إضافية؟ ذهبت وسلمت الأوراق لمكتب المحاماة. وهل يحتاج هذا وقتا طويلا؟ انتظرت المحامي، لم يظهر طوال اليوم. لا تبرري، بسببكم غلاف المجلة فارغ لغاية اللحظة، أصبحنا نكتة بين الجميع. تشاو موشينغ، عدي للصورة الاحتياطية، أريد النتيجة بعد نصف ساعة. هذه المعلومات التي طلبتها. هذه الصور التي عدلتها. ما هذه الصور؟ هل أنت مصورة متخصصة؟ الألوان ليست صحيحة، نحتاج الألوان الفاتحة للفت أنظار الناس، هل تفهمين؟ الفكرة الرئيسية لهذه الجلسة هي الطبيعة، لذا فكرت. لا تقولي شيئاً، بسبب تقصيركم الغلاف ما زال فارغاً، لقد استخدمنا الصور القديمة للغلاف، وبسبب إهمالكم هذا في العمل يعمل الموظفون ساعات إضافية. لما تقفين أمامي هكذا؟ افعلي ما طلبته منك. هل من الممكن أن تجعليه يأتي؟ لا يمكن تصرفي معه. إيفاي، هل تواصلت مع المساعدين كما طلبت منك؟ تواصلت مع الجميع،
جميعهم مشغولون. حاولت أخذ موعد منهم ولكن لا جدوى. وأنا أيضا، جميعهم رفضوا. الملابس في الصورة الاحتياطية ليست مناسبة للموضة، علينا أن نعيد التصوير من جديد. أصحاب المجلات الأخرى سيسخرون منا. مشكلة. أجل، الوقت لا يكفي، يجب صحيح. أن نسرع. لا تتواصلوا مع العارضات، تواصلوا مع مساعدي الممثلين الذين لديهم مسلسلات ويريدون الترويج لأنفسهم من خلالها. هؤلاء يقبلون أن يكونوا صورة لغلاف المجلة. لقد تواصلنا مع الجميع. نعم، حاولنا ما بوسعنا. إن كان هناك من لديه أفلام جديدة في الأشهر القادمة فلتحضروه فورا إلي. حسنا، سنحاول. تشاو موشينغ، ماذا تفعلين؟ أمرتك بتعديل الصور، لمن ترسلين الإيميل؟ أحاول التواصل مع العارضات الأخريات فقط. هذا ليس وقته، لديك عمل. عدي للصور ولا تفكري بشيء. إنها ماهرة جداً، أستغرب لماذا لم تبقى في عملها بالخارج ولماذا عادت للصين. ما أدراك، ربما زورت شهاداتها ومؤهلاتها. إذا اكتشف المحامي أن مؤهلاتها زائفة، إذن كيف ستعمل في مجال التصوير؟ ليست هي المشكلة فقط، المجلة في خطر. لا تنزعجي، إنه عمل إضافي. مزاج الجميع سيء، هذا عادي. حدث كل هذا بسببي أنا، ورطت الجميع. أنا منزعجة. كيف تقولين إنك ورطت الجميع؟ أنت تحبين أن تتحملي المسؤولية وحدك. المشكلة بسببنا نحن الاثنين، لقد أغضبنا شياشية أنت وأنا. أنا سوف أنزعج إذا تحملت المسؤولية وحدك. شكرا لك يوفون. الحقيقة موظفو المجلة بسطاء جدا، ستعرفينهم لاحقا، وإلا لما بقيت هنا طويلا. أكنت ناجحة في الخارج؟ ألم تعتادي على العمل هنا؟ لا، لقد عدت الآن وأنا جاهزة لأبدأ حياتي من جديد. البدء من جديد؟ نعم، هذا صحيح. قل لي، لابد أن الزملاء جائعون، هل يوجد مطعم قريب من هنا للعشاء؟ لماذا؟ تعالوا، تدعوكم تشاو للعشاء. هيا، هذا رائع. هيا هيا بنا. سمعت أن هذا المطعم يقدم طعاما لذيذا. أنا آسفة، بسببي تورطتم بالعمل الإضافي. لا تقولي هذا، نحن نعرف مزاج الشياشية. شكراً لك. لا بأس، كان علي أن أدعوكم لتناول الطعام عند دخول المجلة، لذا جمعت الدعوة مع الاعتذار، لذلك أنا استفدت. سيدة وين؟ هيا، مو شينغ تدعوك. يبدو مشهياً. تفضلي. أنيسة تشاو، مجلتنا أعطتك وظيفة مصورة وليس تقديم الشاي. لا تفعلي هذه الحركات ولا تحاولي كسب رضا الآخرين، فهمتي؟
نعم. أيتها المديرة، ما الأمر؟ أيمكن أن نتعاون مع عارضين من خارج الصين؟ لسنا بحاجة لأمثالهن. ديفيد مورغان. قلت من؟ عندما كنت في الخارج تعاونت معه، وقبل أن أعود للصين سمعت أن لديه عملا بشنغهاي، فقمت بإجراء اتصال معه، وإذا سمحت المجلة هو موافق أن يعطينا ساعتين من وقته. والآن أرني. واو، أتعامل معك جيد. هل تساعدني في شيء؟ تفضلي. لدي زميل معجب بك جدا ويتمنى أن يشاركني في تصويرك، ألديك مشكلة؟ طبعا لا مشكلة، أنا مسرور بالتعاون مع إنسانة مثلك. مرحبا، أهلا بك، اسمي لو يو فون، هل من الممكن أن أصورك عدة صور؟ بالتأكيد. حقا؟ هيا. حسنا، رائع، جيد. أجل، لا أصدق بأنني صورت ديفيد مورغان، رائع. سيدة وين، ألا تزالين غاضبة؟ ألم نحل المشكلة؟ وما شأنك؟ آسفة أيتها المديرة، يجب علي أن أتأسف لأنني سببت العديد من المشاكل للمجلة. عليك أن تتأسفي فعلا، باستضافة ديفيد مورغان زادت التكاليف. إيجار الاستوديو وعقد ديفيد مورغان مكلف، إن لم يلقى هذا العدد أعجاب الأغلبية هذه التكاليف ستذهب هدرا، إضافة إلى أن مجلتنا تقوم بعرض الأزياء النسائية، وهذه المرة الزي شبابي، لذلك لا أعرف ماذا ستكون النتيجة. من دون نقاش المبيعات سترتفع كثيرا. هاي، أتيت من مكان بعيد لرؤية ديفيد، أين هو؟ ألم تذهبي لمناقشة العقد مع شركة الإعلانات على أن تعودي يوم غد؟ ما بك، إنه ديفيد الوسيم، بصراحة لو كنت في أعماق المحيط لأتيت إليه سباحة، غيرت الحجز. ما زلت مهووسة بالرجل الوسيم حتى لو بعد 50 موعدا فاشلا؟ أعدي كلامك؟ تخافين مما يقوله الناس؟ كلام الناس لا يهمني، ما يهمني فعلا كيف عرفت عن 50 موعدا؟ يا متهورة، من أخبرك بذلك؟ كم أنت ساذجة، لدي موعد، سأذهب الآن. مجنونة، ذهب ديفيد؟ قبل قليل. آه، قلبي يتقطع. الزميلة الجديدة، مرحبا. أهلا، اسمي تشاو، المصورة الجديدة. آه، مصورة، أنا جوشي هون، اسمه دلع بطة. حسنا، اسمعي، الجميع هنا ليسوا كتلك المجنونة المغرورة، موظفو المجلة طيبون صدقيني، نحن لطفاء ومحترمون جدا، وأيضا نحن نحب النميمة كثيرا. لا تضحكوا وغادروا، انتهى الدوام، غادروا. ما رأيكما أن نأكل معا اليوم؟ نحن الثلاثة فقط، وبعدها نعود للعمل الإضافي، يفترض أن تعطياني الصور لصفحة الغلاف. أجل. حسنا، بما أنني من اقترح، طعامك أنت على حسابي، اتفقنا؟ هيا. هيا بنا. آسفة تأخرت،
أخيراً وصلتِ؟ أنتظركِ منذ مدة. لا تذكريني، توجد هناك مشاكل مزعجة في مجلتنا. انسي ذلك، الدوام انتهى، لا تفكري بالعمل. لا تقولي بأني لا أساعدك، اتفقت مع محامينا وأخذت منه موعداً في الأسبوع المقبل، يمكنك أن تستفسري كما تريدين. شكراً لك مي، أنا صراحةً أشعر بالإرهاق الشديد، لدي مشاكل في البيت والعمل، أنا غير مرتاحة، جاءت المصورة الجديدة وأفسدت أموراً كثيرة، لذلك علي أن أعيد ترتيب الأشياء. المصورة الجديدة؟ أجل، وصلت من أمريكا حديثاً، يقال إنها ماهرة، لكني لست متأكدة. أمريكا؟ كنا نتحدث عنها فوصلت، كيف نهرب من المزعجين؟ ها هي، انظر إليها. انظر من هنا؟ المذيعة هينغ؟ مرحبا بك، سعيد بلقائك مجددا. أهلا، وأنا أيضا. أهلا بك، عدت من أمريكا؟ إن أردت مواصلة القضية نرفعها للمحكمة. ماذا حدث؟ هل عرفت من هي؟ لا تستطيع؟ هل فكرتي؟ أريد التأكد منك. في الواقع لا أريد أن أقاضيها، فقط أتسلى. عندما عرفت أنك أنت المحامي، ماذا كان رد فعلها؟ صدمت؟ لم أقابلها. لماذا؟ ماذا تظنين؟ أن أقوم باستغلال هذا الموقف؟ على ما يبدو لقد تغيرت بعد هذه السنوات، ظننت أنك ستتلهف لرؤيتها. لديك حبيبة جديدة؟ من فضلك، لا أظن أن ما نتكلم عنه يخص قضيتنا. هل تظن أن هناك معنى لتترك الشوكة في قلبك؟ لما تفكرين هكذا؟ هل كل حبيبين تزوجا في النهاية؟ لم أكن أعلم أن تفكيرك سطحي. حقا لم تعلم؟ بينكما أنتما الاثنان سوء تفاهم، لماذا لا توضحان الأمر؟ أين سوء التفاهم؟ حسناً، أنا السيئة. أعرف أن مو تشينغ عادت الآن، ولا نعرف إن كانت ستغادر غداً. سوف تكون أعزباً، وستعيش مع القانون والقضايا طوال حياتك. أليس هذا محزناً؟ لا تهتمي، سأذهب، لدي عمل. إلى اللقاء. لا أصدق أنك ستصبر. شكرا.
علينا أن نتحدث، أليس كذلك؟ هل كنتما زميلتين في الجامعة؟ ليس بالضبط، يمكن أن تقول بأننا صديقتان. صديقتان؟ يا حبيبي، لم أتوقع بأن لديك صديقة مشهورة. غريب، لما لم تسألي عنا عندما عدت من أمريكا؟ والشيء الأغرب، ذاك اليوم في المول لم تسلمي علينا. حقاً؟ ربما لم أكن منتبهة. حقاً؟ وأنا لم أكن متأكدة بأنني رأيتك في المول. تأكدت عندما رأيت أوراقك على مكتب ييتشين، عندها تأكدت بأنها أنت. أوراق؟ عفوا، لا تعرفين؟ قال لي هذه قضية شيا. مستحيل بأنكما لم تتقابلا للآن. ييتشين هو محامي شيا؟ موشينغ، هل قابلك المحامي مرة أخرى؟ لا. ماذا قلت؟ هل يريد أن يرفع قضية أم أنه لا يريد؟ ماذا قال لك؟ لم يقابلني. ماذا؟ لم يقابلك؟ من قابلت إذن؟ لقد أرسل مساعدة. حقا، هكذا إذن هذا المحامي مغرور مثل شيا شيا. حسنا، فليفعل كما يريد، الحقيقة ستظهر. موتشينغ، عملنا الرئيسي الآن هو عمل دعاية قوية للمجلة. أضيفي صور العرض مورغان للموقع الإلكتروني. ولا تفكري بشيء آخر. اذهبي لعملك.轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶吼。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？ 再一万次你会回过头，你会发现还有我。陌生的问句总是来不及代替我的不安着急。这一场游戏没有人犹豫，伤我绰绰有余。 等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别。 沿海岸线终结，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线。 渐渐的告别，沿海。
海岸线中间。